بدي اعتذر منك بالنيابه عن ميليس بعد اللي صار اليوم. انا كمان ما توقعت تعصب كل هالقد. لا عادي، ما في شي مهم. ميليس كانت عم تدور على حدا تفش قهرفي، ومثل ما بتعرف ما في هدف اسهل مني بهالبيت. كله رح يتغير عزراء، ورح تشوفي انت كمان. انا اساسا بهي الفتره ما بدي افكر غير باخي. بعرف. بصراحه انا ما صارت لي فرصه لحتى اشكرك. يعني اول شيء لما قلت لي رح تحقق لي امنياتي ما صدقت ابدا، بس انت حتى لقيت لي اخي مع اني ما قدرت احضنه او اقرب منه. بتعرفي لما ستي حكتني عن الصبر عصبت، بس عن جد الدنيا امتحان غريب، بتفرجيكي ضو من بعيد وما بتسمح لك توصلي له بسهوله. بدك تصبري مو اكثر، بتكوني عم تقولي لحالك واخيرا اجتمعنا وصار فيني تابع حياتي، بس حاجز صغير كتير بيوقفك، كانه عم يقلك طولي بالك لسه في وقت. برأيي هي الحواجز الصغيرة هي اللي بتحدد القرارات اللي مناخدها بحياتنا. يعني إذا قدرنا نصبر وقدرنا نفكر بمنطق. بس نحن عنا هيك ضوء بحياتنا وعنا حاجز وما فينا نتجاوزه بسهولة، وبده صبر ورح يكون صعب، بس برأيي بيستاهل التجربة. شو رأيك؟ بيستاهل طبعا، لو ما بيستاهل شو كنت عم أعمل هون أصلا؟ أنا بحبك. ادخل. مين؟ ليش ما اتصلت فيني جينك؟ إيجي أنا فكرت إنك تحسنتي، فكرت إنك تجاوزتي الموضوع. بس أنا ما كنت منيحة، وأنت بتعرف كتير منيح. إيجي أنا بقدر ساعدك. إيه ما بتقدر. لا تعملي هيك.